الحتة بقى المهمة برضو يا جماعة لازم نهتم بيها النوليدج. نوليدج از باور. يعني أغلبية الناس دلوقتي محدش بيقرأ، فيعني يا ريت نهتم بحتة ان انا اقرأ كويس، اقرأ كويس في الاقتصاد، اقرأ كويس في السياسة، لان لما بقعد اتكلم تمام لازم، او اتكلم مثلا مع عميل او حد او طالب مثلا، لازم الفترة اللي هو في الكلية فيها من سنة اولى لحد سنة رابعة لازم يكون مأمن نفسه بالنوليدج. وبشكركم، وبصراحة الأكاديمية بصراحة من الأماكن اللي هي اللي أنا يعني لما بيجي طلبة يا حد بس بالمتخرجين يعني انترفيو، بصراحة يعني لو في 10 مثلا بيتقدموا بينجح منهم 2 الأكاديمية بصراحة يعني بيبقوا أقوى من كلية التجارة. دي حقيقة يعني بصراحة.